اهلا، السلام عليكم حبيباتي. كيف دايره لويزات ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم ما كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله. اذا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما ترضيش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد. اكيد دعميني باللايك ديالك، خلي لي كومونتير، فاكيد كنكون سعيده ملي كتوصل بلي كومونتير الغزالين ديالكم. لهلا خطيكم عليا، وشكرا بزاف على المشاهدات ديال لي فيديو اللي كتشاهدوهم. دونك فيديو جديد ان شاء الله. وهذا الصباح صبحت في داري، المهم شنقول لكم، ما غاديش نشكي عليكم شكوى الله شي شويه، ماشي هذيك لا مورالمون ولا فيزيكمون ولا كل شيء. المهم شنقول لكم، عايشين في الدنيا وصافي، اللهم لك الحمد. شنو غنقول لكم؟ المهم بالنسبه هنايا كياخذ لكم يلعب الصباح، الصباح ديال الغد اللي كنت جيت فيه لداري. دونك كانت مرونه، حالتها مقلوبه، والصهد ديال البنات بزاف بزاف بزاف، كاين حتى في الناظور الصهد بزاف. كحسيت بالدار بحال راها، المهم بحال الا مظلمه ولا ما عرفتش اشنو واقع ليها. المهم حاولت انني نجمع الدار شي شويه ونضرب لها واحد السياقه، ومهم نجمع معاكم وداكشي. وكنت غادي ندير لكم روتين صباحي، ولكن بغيت نعاود لكم واحد القصه ديال واحد المتتبعه اللي ديجا كانت دخلت عندي في التليفون، وهضرت معها واتساب وعاودت لي. مهم اذا غادي يكون هذا النهار روتين، وفي نفس الوقت غادي يكون موضوع اجتماعي كيف ما وعدتكم، وكيف ما بغيتوني انني نشارك معكم المواضيع الاجتماعيه باش تاخذوا منها عبره وكذلك استفاده. مهم بالنسبه للموضوع ديال هذا النهار، هو موضوع ديال السحور ما بين الام والولد ديالها. وما غاديش نقول لكم العروسه، وانما غادي نقول لكم غير الصديقه ديال ولدها، يعني كانوا مازالين في فتره التعارف. المهم هما بيناتهم واحد العلاقه اللي مديش نقول لكم مطيده بزاف، وكانت عباره على حب، ومهم كانت غادي تكون الزواج، ولكن الام ديال هذاك الولد ما وافقاتلوش، وهذا هو الموضوع ديال هذا النهار. المهم الا كان كيهمك الامر فكنتمنى انك تبقاي معنا، سينو ما عجبكيش لا فيديو ديال هذا النهار فغادي نقول لك تنطلقوا في لا فيديو ان شاء الله اللي غادي يعجبك. المهم غادي نبدا لكم الموضوع ديال هذا النهار. الموضوع شنو هو؟ هو واحد الانسانه كانت مرتبطه بواحد السيد. المهم هذه متتبعه اللي كتعاود لي عاودت لي هذا الشيء، القصه ماشي ديالها، القصه ديال خوها والاخ ديالها والام ديالها، يعني امها وخوها وخلاص. هي راه هي مولات هاد القصه هادي. شنو اول حاجه كيقول لكم، هاد واحد السيده كانت باغا ترتبط مع واحد السيد، وداكشي اللي وقع بحكم انها مهم كتكون تقريبا قدامهم. مهم كي كنقولوا حنايا بالدارجه المغربيه، تصاحبوا مع بعضياتهم وبقاو اون غولاسيون اللي تكون مهم تظهر كي كنقولوا تكونات الحب. المهم ولات بيناتهم واحد العشق كي كنقولوا، داك العشق عشق الممنوع. صافي هي هذيك بقاو خروج دخول مزيان كلشي هو هذاك. من بعد جا قالها لي يماه، وحيت اصلا بداو كيشوفوه مع بحكم انهم ولاد الحومه وداكشي. صافي جا عندي يماه قال لها انا راني كنبغي هذيك السيده، واشنو واشنو. هو كان سيد مازال يلاه عاد كيضرب هنا ويضرب هنا، هو اصلا كيخدم غير في هذا الشيء ديال كيضرب هنا، يعني الزليج واما البني واما القبس. المهم هادشي شنو كيدير؟ المهم كيف كنقولوا حنايا السبع صنايع هي هذيك. المهم كان كيمشي كيسر رزق الله. صافي مشى عندي ما كيقول لكم، قال لها انا بغيت انا عندي علاقه بهذيك السيده، واشنو واشنو واشنو. صافي كانوا كيعاملوها في النوبه الاولى مزيان، كانوا كيخرجوا مجموعين، كانوا كيدخلوا مجموعين، مشاو لشي بلاصه قهوه اولا ماكدو اولا بيسين فوق الصيف ولا مثلا هكا، كيخرجوا كاملين مع بعضياتهم والدنيا هانيه والسما صافيه. صافي ولا حتى كيجيبها للدار، يعني عادي مي كتجي معاه للدار، كتجلس هكا معاه فوق الطبله مع يماه، ولا يعني ولات بحال راه نقول لكم تخطبات وغادي يديوها، يعني صافي. يعني وهي ما كان لا خاطبها لا حتى شي حاجه، يعني كانت مازال في داك الوقيته غير مصاحبين. المهم تقربت منهم وتقربت من العائله ديالو، وقال لك هكا حقا باش يتعرفوا اكثر، وهذا وهذا وهذا. داكشي اللي وقع، طورت الظروف كيف ما قلت لكم. من بعد ربي سهل الله على هذاك الولد، بغى يتزوج،
مشى عندي ما قال لها يما انا بغيت نتزوج بهذيك السيده اللي كتجي عندي، واشنو واشنو راكي كتعرف فيها وهذا وهذا. ممكن تحدك حتى داك الوقيته كانت الامور كلها هي هذيك، غير هو حدو فاش قال لها انا بغيت نتزوج كل شيء تقلب. هذا دابا الولد مع يماه، اما البنت الله يعمرها سلعه على ما كتعاود هذه المتتبعه. قالت لك البنت الله يعمرها سلعه وبنت الحومه تقريبا، يعني ماشي بنت الحومه بالضبط ولكن المهم كتسكن قدامهم بحال نقولوا حي قدام حي، يعني قالت لك كتعرفهم وكتعرفي امها وباها وكتعرف خوتها وكتعرف كلشي، يعني عارفين البنت بنت عائله ماشي زعما شي وحده اللي نقولوا السمعه ديالها خايبه ولا نقولوا شي حاجه عليها خايبه، لا بالعكس كلشي هو هذاك كيعرفوا عليها مزيانه وهذا. وخرجت من قريتها على مسبت الولد وزيد 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 وزيد، يعني ما عندهم يعيبوا فيها والو، غير ما جاها هذيك الام ديال هذاك السيد غير ما جاها على هذيك البنت قالت له لا هذه تختار اي وحده الا هذيك. يعني هو مشى كيقول لها علاش علاش ما شنو هو السبب اللي انا ما تجاليني انني تقولي لي ما نتزوج، اعطيني سبب واحد، واش حيت بغيتيني حتى نجمع فلوسي ولا حيت حتى نشري شي دار ولا حيت ما نعرف شنو، اعطيني شي سبب. قالت له لا ماشي ما عند ما انا ما عندي حتى شي سبب من غير هادشي كامل الا هذيك السيده هي اللي ما غاديش تزوج بها. هو قال لها علاش؟ قالت له ما دايره لي هي والو ولكن هذيك ما غاديش تزوج بها، اختار اي وحده سير تزوج بها الا هذيك. المهم هنايا غيبداو الصراعات وغيبداو المشاكل وبزاف ديال الحاجات. قال لها علاش تقولي لي هاد الهضره؟ المهم هو السيد قاد على انه يمشي يتزوج بهذيك السيده ويمشي يكري لها في بلاصه وحده اخرى وكل شيء. مشى عندها قال لها انا راني جبت حليت الموضوع مع يما وقلت له راني قلت لها بغيت نتزوج بك واشنو واشنو واشنو، ولكن هي ما بغاتش. قالت لي اختار اي اي وحده الا هذيك، واش بينك وبين ماما شي حاجه؟ واش ديجا وقع بينك وبينها شي سوء تفاهم؟ المهم شي حاجه اللي تجعلها انها تقول لا. قالت له انا بيني وبين يماك غير الخير والاحسان، ما عمرني ما شت فيها شي دارت لي شي فلاش، وانا كذلك عليا بالاحترام ما عمرني ما درت لها شي فلاش ولا شي حاجه. قالت له على دابا شحال هادي كنا احباب وندخلوا بعضياتنا وخرجوا مع بعضياتنا، ودابا فاش جوجينا اللي غادي نديروا الحلال وغادي نجمعوا ونديروا الوليدات، قالت لك لا ما تزوجش بها. هذاك الشيء اللي وقع. قال لها ما عرفت شنو غادي ندير دابا وهذا وهذا، دابا حنا غنبقاو على هذا الحال حتى نشوفوا نسيسوا معاها ونشوفوا اشنو غادي يوقع. الله وعسى زعما تقبل. المهم بقاو كيسيسوا فيها كذلك هذه المتتبعه اللي عاودت لي هاد الهضره. حتى هي كانت يعني كانت كتحاول كيمشي عندها خوها كيقول لها مثلا سيري هضري لي مع يما شوفي حولي راه بيني وبين انا هذيك السيده كنبغيها وهي كتبغيني، علاش غادي تحرمونا من بعضياتنا؟ علاش شحال هادي كنتو كتخليوني وعلاش دابا لا؟ يعني انتينا راكي بنت كيقول لها انتينا راكي بنت الوقت واختي وتحسي بيا. سيري كانت كتقول له اه ماشي مشكل غادي نمشي ونهضر معاها، ويعني البنت الله يعمرها سلعه ما خرج منها حتى شي حاجه خايبه اللي جعل ان ماما تعكس حتى لهاد الدرجه. داكشي كانت كتمشي عندي معها قالت لك كتبقى تهضر معها وتقول لها شنو شنو شنو، قالت لها انا هذيك ما بغيتهاش يختار شمكاره وهذيك ما يديهاش. قالت لها ماما حشومه هادشي اللي كتقولي، راه السيده بنت الناس واشنو؟ قالت لها لا هذيك هي اللي ما تقولوش. قالت لها يعني عطيني سبب رئيسي، واش عمرك شتيها خارجه مع شي واحد؟ واش سمعتي عليها شي هضره ماشي هي هذيك؟ واش قالت لها هادشي كله ما كاينش ولكن ما غاديش ياخذها؟ راه شوفي ابنتي حقها، راه كيف ما دارت مع اخوك وخرجت معاه راه غادي تخرج مع واحد اخر. المهم البنت مشات هضرات هزات هاد الهضره مشات قالتها لخوها، قالت لها قالت له شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. خوها مشى عندها قال لها خاصك تعرفي واحد الحاجه، بان هذيك السيده راه ما عندي بها حتى شي علاقه من غير اننا يعني بيناتنا كي كنقولوا حب واحاسيس صافي فقط ومشاعر، يعني ما عمر هذيك السيده ما حطيت عليها لا يدي ولا يعني. مهم نتوما راكم غادي تفهموا البنات، يعني ما كاين بيناتنا حتى شي علاقه خايبه في الحرام حتى شي حاجه. انا ديك السيده كنبغيها وهي بالعكس بنت الناس وراها محافظه على راسها، يعني شحال مخطر انا كنبغي نتقرب منها ولا شي حاجه هي كتقول لي لا، حتى ان شاء الله نديرو الحلال وداك الساعات مرحبا. هذاك الشيء اللي كاين.
مشات عاوتاني البنت عاوتاني مشات لعندي ما قالت لها ماما راه ما كاين حتى شي حاجه بيناتهم اللي باش تقولي راه حقها غادي يديها غير باش يسترها ولا هذا ولا هذا. جات هي قالت لها ويلا كان هذا الشيء بصح احنا غادي نشوفوا ما نخليوه ما يتزوجش بيها ونشوفوا داك الساعات واش غادي تبعد منه ولا غتبقى لاصقه فيه. مهم الام ما بغاتش هذيك البنت ما عرفتش علاش، مازال لحد الان علامه استفهام كي قالت لي هذيك المتتبعه لحد الان قالت لك كرهها غير هكاك لله في سبيل الله. مهم رجعت السيده كتخرج عاوتاني مع هذاك السيد بحال ما كاين حتى شي مشكل بحال ما هذاك يقولوا على الله وعسى يهديها الله. مشى هذاك الولد لعند امو عاوتاني قال لها شوف الوالده اما غادي توافقي لي بخاطرك وتعطيني بخاطرك ونبقاو على خير وبخير وتبقى العلاقه بينك وبين عروستك بخير وعلى خير وبحال ما كاين حتى شي حاجه ونديرو كيف ما كيديروا ولاد الناس نديرو خطبه ونديرو كمال ونديرو عرس حيت الحمد لله ميسر الله. ما بغيتي شي ما انا راه غادي ندير شرع يدي. مهم انا سيست معاك وبقيت شحال وانا كنقول لك كل مره كنجي عندك ونهضر معاك كل مره كان هذا بغيت بخاطرك مي ما بغيتيش بخاطرك راه غادي ندير شرع يديه. مهم السيده بقى فيها الحال قالت له علاش تقول لي هاد الهضره وهذا وانا حقا لي نعرف مصلحتك كل حاجه اللي كتهرب منها خاطر ديال الوالدين خصك تصنت لها. قال لها الا كانت هاد البنت خرجت منها شي حاجه خايبه اولا دارت لك شي حاجه خايبه اولا سمعتي ليها شي حاجه خايبه اولا السمعه ديالها خايبه قوليها لي والعيب والعار الا ما وافقتلكش، ولكن باش تقولي غير هذيك ما تزوجش بها غير هكاك وتديش مكاره لا هذا مهدي ماشي هضره، ولكن عطيني شي سبب اللي يخليني انني نقتنع بكلامك وداك الساعات العيب والعار الا ما تسمعتلكش. مهم السيده ما عندها ما تقول في التالي منين ما لقاتش يعني الطريق منين هكا دوز وداكشي بدات كتحط عليها البطل انا هذيك الفلانه شفتها في البلاصه فلان فلانيه بقات كدير بيناتهم المشاكل هذيك الفلانه راه كانت في البلاصه فلان فلانيه هذيك راه شافوها خرج مع داك خيتي اللي هي ما مزيانش يعني كتحط عليها البطل ديال المعقول يعني وكيمشي هو كيهز هذيك الهضره وكيمشي كيقولها لهذيك السيده اللي عندها بيني وبينه علاقه كيمشي كيقولها شنو علاش كنتي في هذيك البلاصه كتقول له انا ما كنتش والسيده ما عندهاش الدليل كتقول له غير انا ما كنتش كينوضوا كيدابزوا مع بعضياتهم يعني كيتخاصموا كل واحد ما كيبقى كيهضر مع شي حد والاخرى مسكينه ما بينها وبين حتى شي حد شي علاقه بالعكس هي قالت لك بنت الناس والبنت هذه دابا هاد المتتبعه تمشي عند خوها كتقول له راه هذاك الشيء ما كاينش انا بعدا ما شفتش الله اعلم الا ما شافت الله انا ما شفتش. مهم يعني كل مره عاوتاني كيرجعوا يتصالحوا عاوتاني كتامو عاوتاني كتشوفهم عاوتاني كتمشي كتحط عليها البطل ديال شي حاجه. واحد النهار حطات عليها البطل وهي معاه يعني شوفوا ربي ما كيبغي يحصل كيحصل راه كيحصل. المهم السيد قال لها انا عندي خدمه ماشي خدمه في المهم خارج على المدينه اللي هو خدام فيها يعني بعيد وهو هذاك النهار ما مشاش يعني قيل خرج مع هذيك السيده وما سافرش. هذاك النهار بالضبط اللي هو سافر قالت له مع مثلا نقولوا في القد والقد ديال العشيه راه شنو كاين راه كانت في البلاصه فلان فلانيه واوغوزمون هذيك الوقيته اللي هي مشات قالت له شكات بيها هذيك الوقيته راه هي كانت معاه يعني شوفوا ربي ما كيبغي يحصل شي حد راه كيحصلو. قال لها وفين وكيفاش وهذا وهذا قالت له ها شنو المهم كذبات عليه شي كذبه بالضبط ما عرفتهاش بالضبط المهم كذبات عليها وصافي كذبات عليها وعلى ولدها بجوج. المهم الولد رجع سيو بلاص للدار وداها معاه وقال لها شوفي الوالده راه السيده اللي انتينا كتهضري عليها وكتقولي عليها بانها كانت في البلاصه الفلانيه واشنو كانت لابسه واشنو ها انتيا شوفيها كيفاش راها لابسه وراها ما كانتش في البلاصه الفلانيه وراها كانت معايا وفي داك الوقت اللي عيطتي راها كانت معايا والنهار كامل وراها قياله معايا حيت كنا كنهضروا في المواضيع ديالنا وديال الزواج حيت هنا قررنا باش اننا نتزوجوا. صافي الوالده هنا حصلتي بانك راكي حتى انتينا راكي بخبيزتك. صافي الام داك الساعات تفاجات
صافي تشوكات في بلاصتها، ما لقات حتى ما تقول، ما لقات حتى شي حاجه، ولات كتكرهها اكثر واكثر واكثر واكثر. مهم البنت المتتبعه دابا اللي عاودت لي، يعني الام ديالها واللي هذاك خاها، بقات غير مصدومه، قالت لي زعما فريمون انا مصدومه وكنخاف من الله اللي يمشي يعاقبني انا بالام ديالي. قالت لي ولكن فريمون الحمد لله اللي انا ما طرالي حتى شي حاجه، لان انا قالت لي كنت غاده بنيتي، بالعكس كنت باغا لهم الخير وكنت باغا لهم يتزوجوا، وكنت يعني كندخل دائما بخيط ابيض. قالت لي ولكن مالوغوزمون اشنو وقع هو ان خويا هو اللي جات فيه من هذا الشيء كامل. المهم انا جاياكم الهضره. من بعد ولات كيقول لكم الام ديالو كتكره هذيك البنت من الاعماق ديال القلب ديالها. قالت لك لو كانت تكره انها تنحيها ما تخليهاش فوق هذه الكره الارضيه لكرهها ذاتها. اشنو بدات كدير منين شافتهم بانهم صافي قرروا انهم يتزوجوا، وشافت الولد بانه صافي بدا كيجمع وريقاته، بدا دائما كيهضر على الزواج على الزواج على الزواج، يعني صافي بدات كتمشي عند من، بدات كتمشي عند الفقيه، مشات عند الشعواده. مهم راكم كتعرفوا هذاك الاتجاه الطريق ديالو بوحديتو. بدات كتمشي كتجري على ولدها زعما راه مسحور وراه ما عارف شنو واقع له، مشات كتفوسخو، مشات كدير له هذاك الشيء، هو راه كيشوفها بانها كدير داك الشيء، كتقول له انا حقا ولدي غير كنفوسخك، وهذا باش حقا راه الدار ما عرفتش اشنو فيها، وهذا وهذا وهذا. المهم كتهرب بهذيك الطريقه. المهم في التالي شنو بدات كدير، حيت قدامك كتطلق داك الشيء ديال زعما ديال التفوسخه وما نعرف شنو كيعيطوا لداك الشيء. ومن بعد ولات كتدير له سحور ليه هو ولصاحبته اللي باغيها تزوج، اللي باغيها تكون مرته ويتزوج بها، ولات كدير لهم سحور بجوجهم، ولات كدير لهم الكراهيه، ولات كدير لهم بزاف ديال الحاجات، بحكم ان هاد المتتبعه كانت شايفه هادشي وكانت كتقول لها ماما الله يهديك هادشي اللي كديري راه ماشي هو داك. قالت لك شي حاجه كتشوفها وشي حوايج ما كتشوفهمش كاع، يعني شي حوايج كيدوزو من قدامها كتنهمها، وشي حوايج ما كيدوزوش من قدامها ما عارف ما كتكونش، ولا كتكون في قرايتها ولا شي حاجه ما كتشوفش. والبنت اصلا هاد البنت باقا صغيره، يعني دابا هاد المتتبعه اللي عاودت لي هاد الهضره باقا صغيره، مازال يلا عاد عندها 20 عام وعندها كنظن 3 اني ديال لافاك، يعني هي باقا صغيره وكتعرف هي اللي كترد لمها العقل. فعوض الام اللي تكون كتنصح بنتها وتنهيها على الطريق الخايبه، هادي اللي باقا صغيره يعني هي اللي كتنهي. المهم كتنهي امها صافي. قلت لكم بدات كدير لهم داكشي ديال باش يكرهوا بعضياتهم، ولا كدير لهم مع قلت لك تصاور كتلصقهم مع ما عرف شي حوايج واش قطران ولا ما نعرف انا شنو هذاك الشيء. يعني مهم داكشي اللي دارتو عجيب وغريب، بحيث انها مشات حتى للقبور، مشات حتى ما نعرف شنو كتسحر في البحر، كترمي شي حوايج في البحر، يعني فريمون كانت كدير شي حوايج اللي خايبين. وهاد الناس هادو تيسكنوا في قنيطره، وقنيطره ما فيهاش البحر، دونك قالت لك كضرب مسافه باش كتمشي لذاك البحر ديال المهديه، باش كتجعلها انها باش كتجعل راسها انها دير هذاك المصائب الكحله. مهم انا كي قلت لكم هادشي راه البنات كنعاود لكم غير مقتطفات، اما الا جيت نعاود لكم راه خاص لي فيديو ما عرف شحال تكون فيه من ساعه. داكشي اللي وقع ولا الكراهيه ما بين داك السيد وداك السيده ديال بصح، كانت بصح ولاو كينوض بيناتهم صداع، ولا بدا ينوض بيناتهم المشاكل، ولا ينوض بيناتهم بزاف د الحاجات، ولكن ماشي البنت اللي كرهات الولد، لا الولد اللي كره هذيك البنت. اما البنت ما جات فيها حتى شي حاجه، البنت بقات بعقلها، بقات هي هذيك، بقات مرزنه، ما كاين حتى شي مشكل قلك بيناتهم، ما والو زعما هي ما كيصدر منها حتى شي مشكل. الولد اللي كيصدر منه المشاكل كيمشي عندها كيبقى يحيح عليها كيغوت عليها، الولد اصلا هو ولد الناس وما بقاش ولد الناس بداك التعامل اللي ولا يدير. اما البنت مسكينه يعني كانت في النوبه الاولى كتحاول على انها تجمع تجمع تجمع، في التالي فاش شافت القضيه غادي تخرج هكذا وغادي تضيع السمعه ديالها، وهي بنت الناس وكذلك السيد صافي تبدل في عقله وغادي تدخل في حرب مع هاد الناس، بعدات براسها. شنو مشات دارت؟ مشات جاب لها الله ولد الناس اللي حسن منه ب 100,000 درجه، ماشي نقولوا في الافعال ولا، حتى هو كان ولد الناس، وانما يعني ميسر حسن منه والعائله ديالو حسن من داك العائله. اما على ما قالت يعني هاد المتتبعه قالت لك يعني خويا اما في نوبه الاولى كانت ماما خلاتهم وكراه ما عرف يكونوا احسن كوبل، ولكن ماما ملي دخلات بيناتهم خرجات عليهم وخرجات على خويا. علاش؟ لان
سيدة مشات بدلات حياتها، مشات دارت حياتها مع سيد واحد اخر وعاشت حياتها وباخر عليها، وخويا اللي بدا كيخرج فيها هذاك الشيء ديال الطريق ديال السحر والشعوذة، حماق وخرج الطريق ولا كيخرج الزنقه، كيبقى كيغوت كيقطع في حوايجه. يعني السيد خرج فيه داكشي كله اللي دارته لامه. شوفوا السحر شنو كيدير، وه السيده مشات تسحر لولدها والبنت باش يتفرقوا مع بعضياتهم، صدق داكشي خرج لها في ولدها، وولدها دابا حماق. يعني حماق كتعرفوا كلمه ديال حماق ماشي يعني غير كيغوت ويسكت بحالنا حنايا ملي كنغوتوا ونفعلوا ونسكتوا، لا سيد حماق صافي كيخرج الزنقه، يقدر يضرب اي واحد، يقدر كاع يبقى يقطع حوايجو، كيدير شي حوايج اللي هم ماشي هما هادوك. يعني السيد حماق، عياو ما يشدوا فيه، عياو ما يجريو به للطبيب، عياو 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 والو، عيات ما تفوسخ فيه، عيات ما تمشي عاوتاني على الفقيه، عيات ما هذا، عيات ما هذا، والو ما قدرش ترجعو داكشي اللي درتو له بقى فيه، والله اعلم انا ما كنعرفش في هذا الشيء. ما عرفتش يعني كيفاش سحرات له ولا الله اعلم. بغات يعني ترجعو كي كانوا، تحل داكشي اللي درتو، داكشي اللي تلاح في البحر راه تلاح، واللي طار في السماء راه طار، واللي دار في القبور راه دار. يعني هي تجري وتجاري عليه داكشي ما بغاش يتفتح له صافي، ولاو كيديوه للطبيب، ولا عياو معاه بالطبيب، عياو معاه بهذا، داتو دارت له الرقيه الشرعيه، داتو قرات عليه، داتو مخلات ما دارت له. السيد ما رجعش كاع كيف ما كان، حماق، خرجت له على حياته، خرجت له على صحته. علاش هادشي كامل؟ انا غادي نعطي هضره موجهه للامهات ديال الاولاد، سواء كانت لحمه اولا سواء كانت نسيبه اولا سواء كان لحمو اولا نسيب. الا كانوا جوج كيبغيو بعضياتهم، اولا جوج عايشين مع بعضياتهم مهانين، ولا جوج عايشين مع بعضياتهم ومقاتلين، مهم جوج مع بعضياتهم سواء كيتقاتلوا سواء كيتباغوا سواء ما عرف شنو، علاش كتمشيو ديروا لهم هذوك المسائل الخايبه السحر، اولا كديروا لهم المشاكل بفمكم؟ علاش هذاك السيد باغي هذيك السيده، وهذيك السيده باغا هذاك السيد، علاش كتدخلوا بعضياتهم؟ انا هذه اللي ما بغاتش تدخلي في دماغي. اذا كانت هذيك السيده ما مزياناش راه هو اللي غيعيش معاها، اذا كانت هذيك السيده مسخه راه هو اللي غيعيش معاها، اذا كانت هذيك السيده ما مربياش راه هو اللي غيعيش معاها، يعني هو اللي غيتكرفس ماشي نتين اولا ماشي انت. اولا كذلك الا كان هذاك السيد ما مزيانش والبنت بغاته، والله يعاونها، الا كان ما عندوش الفلوس وهي بغاته بهذيك الطريقه راه هي اللي غادي تجوع في كرشها وفي حوايجها، الا كان هذاك السيد مبلي بشي حاجه هي اللي دبر راسها هي اللي بغاته، علاش كتفرقوهم مادام انهم باغيين يعيشوا مع بعضياتهم؟ انا هذه اللي ما بغاتش تخلي في دماغي. صوفي الا كان هذاك السيد ما مزياش عنده شي عنده سمعه خايبه، اولا ديك السيده ما مزياناش وعندها سمعه خايبه، كنحاولوا اننا نرجعوا لهم العقل، اولا باش يكونوا جوج مع بعضياتهم هانيين باغيين يعيشوا حياتهم مع بعضياتهم، يكملوا حياتهم راضيين، يصبروا في الحياه ويديروا يد في يد ويكملوا، علاش كتمنعوهم مع بعضياتهم وتمشيوا ديروا كاع حتى السحور ليهم؟ علاش زعما واش هذيك الطريق كيبغيها الله؟ راه لا يفلح الساحر حيث اتى، راه داكشي كله كيتقلب على بنادم، وخا تسحري 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 ولا تسحر تسحر تسحر، راه داكشي كيبطلوا الله كيبطلوا الله في تالي وكيتقلب عليك. وراه الفقي الصحيح راه هو الله، راه المحبه ديال الله راه عجيبه وغريبه، راه تعيا وطيروا في السماء وتنزلوا، راه ما غاديش يعني ما غاديش تشقدوا الله، راه ربي طغى على العالم، راه طاغي وتكوني انت طاغيه طاغيه طاغيه، راه هو طغى عليك، راه يهدك يهدك. ولا كذلك كنوجه الهضره للنسيب اللي حتى هو كيكون سبب رئيسي في بزاف ديال المشاكل ما بين البنت والولد، اولا اللوسه اولا مهم بزاف ديال، اولا مرت الخاه مرت الخو، يعني النوطه مهم، يعني كيكونوا جوج بعدو منهم، ما تسحروا لهم ما ديروا لهم حتى شي حاجه، وما باغيين مع بعضياتهم راه كنلقاو. دابا غادي نوجه الهضره للنسيب للحمه ولتا للنسيبه كذلك، راه خصوصا للحمه، ما تنسيبه ماشي بزاف، خصوصا للحمه، راه كاين شي نوع ديال الحماوات اللي كيسحروا لولادهم، هما ما كيكونوش ناويين انهم يسحروا لولادهم، كيكونوا ناويين انهم يسحروا لعروستهم، وكذلك كطيح في شي عروسه اللي حتى هي فريفول ماشي بعقلها خفيفه، وكتمشي وما كتصبرش، وحتى هي كتمشي كتصدق كتسحر، ولمن كتسحر كتصدق كتسحر لراجلها او لامه باش دير لهم الكراهيه، ولا باش دير لهم التشتيته، ولا باش دير لهم شي مصيبه كحله. اشكون دابا نتوما في نظركم شكون اللي كياكل العصا؟
واش كتاكلها العروسه والحمى؟ راه ما كتجي لا في حمى ولا في عروسه، راه فين كتجي؟ راه كتجي في هذاك الولد اللي هو راجل، هذيك البنت اللي كتمشي كدير داك الشيء لراجلها، وكتجي في هذاك الولد اللي هو ولد داك الحمى، راه هو اللي كتجي فيه، هو اللي كياكل الدق في الوسط، وانتينا امه كتسحر له وبنت ومرته كتسحر له. كي بغيتي هاد السيد هذا يبقى في عقله مزيان؟ راه غيتزعزع، راه غيديموغاليزا، راه غيمرض، راه غتجي فيه هو الاول، راه ما غتجي لا في عروسه ولا في حما، راه غادي تجي في الولد. وها هو، ها هو الشونتيون دابا اللي عاودت لكم قدامكم. فريمون اللي كتعاود هاد المتتبعه اللي كتعاود هاد الهضره كتهضر وتبكي، علاش؟ كتقول لك دابا ماما في واحد الحاله يرثى لها، قالت لك كتبكي تبكي تبكي وتعيط لربي اللي خلقها، قالت لك السجاده ما كتموتش من فوق منها، ومرضات وجاها السكر وجاها الطونسيون كيطلع لها، علاش؟ لان خرجت على ولدها. يعني شوفوا بغات تفرق، علاش لاله ما تخليهمش يتزوجوا؟ بغاو يتزوجوا خليهم يشربوا البحر كاع، الله يعاونهم. ياك الا تزوجوا ما قدوش على الحياه ديالهم، هما اللي غيكونوا في المشاكل، الا ما وقعوا لهم مشاكل هما اللي ما غيقدوش يصبروا، ماشي نتين، خليهم الله يعاونهم. لانك وقفتي ولدك في الطريق، كان باغي يمشي يدير الطريق ديال الحلال وانتي وقفتي له، كنتي موافقه له على الحرام، ومنين بغى يدير الحلال ما وافقتيلوش، فهذا خطا كبير كبير كبير. الله يسمح علينا، كنديروا بزاف ديال الاخطاء حتى حنايا في حياتنا، كنقدو نحكموا على الواحد وحنا ما كنعرفوهش، فالله يسمح علينا. لان بعض شي مرات كتكون هكا صدع ما بين العائله ولا ما بين شي حد وشي حد، وكتسمع من عند واحد والاخر ما كتسمعلوش، ولكن باش توصل كاع المواصل انك تمشي تخرج على حياه شي واحد ولا تمشي تسحر له ولا كاع تمشي ما عرف تحط عليه الباطل ولا شي حاجه، هذه انا ما متفقش فيها. لان ان الله يمهل ولا يهمل، راك تعياي 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 تظلمي في هذيك البنت، وربي كيمهل كيخليكي كيمهل عليك ويخليك ديري اللي بغيتي ويزين لك في داك الطريق ديال الشيطان. كتقولي اه انا غلبتها، اه انا درت لها، اه انا درت لها المشاكل، ولكن ربي منين كي يفيق لك ويدور عندك داك الساعات كيعطيك دقه اللي ما كتقدي لهاش، لانه هو عطاك الفرصه، مهل عليك وخلاكي كتقول كيقول على الله وعسى انها تراجع، هو ناسيك. اصلا الواحد اللي كيكون خايب في الدنيا اه ربي ما كيأديش، علاش حنا دائما كنبقاو نقولوا ايوا مال هذاك كيدير ويفعل ويترك وهذا وهذا وعنده الزهر وعايش حياته وربي ميسر له طريقه؟ لا، ماشي هكاك، هو ربي كيكون ما مهل عليه مخليه، اصلا كيقول لك الناس اللي كيكونوا غاديين في هذاك الطريق اللي كتكون خايبه ربي كيكون ناسيها، ما كيتفكرهاش كاع، لان حتى هو ناسي الله. اذا انت ربي خصو ينساه وكيخليه غادي في هذيك الطريق حتى كيعطيها له مجموعه. اذا انت ربي خلالك ولدك وبعقله، خاصك تكوني كتحمدي الله وتشكري هو على انك عندك واحد الولد وعندك واحد البنت اللي ما تساليش انك تكوني امهم، حيت هما مربين عليك. هادشي اللي بغيت نقول لك، كنظن يقدروا يكونوا طالعين كيشبهوا لباهم، خساره ما هضرتش معاها على باها، يعني ما عرفتوش عندها باها ولا ما عندوش ولا كان كيتدخل ولا لا، الصراحه ما فكرتش في هذا الموضوع انني نجبد لها واش عندها باها. ولكن المهم كانوا الاولاد باين عليهم حسن التربيه، داخلين سوق راسهم وكيكملوا في طريقهم، باغيين الطريق ديال الحلال، ولكن يماهم كانت ما نعرف، ما نقدرش نقول لها شي هضره كثر من انها ما تستاهلش تكون ام بوان فينال. لان واخا دابا ترجعي الله وتبكي وتفعلي وتركي، حتى انت كنتي باغا تخرجي على حياه ديال البنت، وهاد البنت اللي طلعت اصلا ذكيه على انها ما عمرها ما عطاتو راسها وما عمرها ما ضيعت الشرف ديالها، فشابو ليها حيت قدات انها تبعد على هاد المشاكل كاملين وتمشي دير حياتها وحده اخرى، وربي ينور لها طريقها حتى هي وبعدها عليك، لان حتى انت ما كنتيش ولو لو كان كانوا تزوجوا ما كنتيش غتخليهم يعيشوا مرتاحين. دونك هذه هي القصه ديال هاد السيده هادي، بغاتكم تدعيو لها مع خوها وتدعيو لها مع امها، على الله وعسى دعوه الغريب كي قلت لكم كتكون مستجابه، على الله وعسى ربي يسمع منكم.
والله يسامح عليها الى ربي يسمح لها. المهم حنا نطلبوا من الله الحكام اللي حنا كي قلت لكم كنغلطوا، الله يسامح علينا. وكنتمنى الى شي وحده عندها نفس المشكل اولا اللي غادي يطرى لها عاد في المستقبل ديالها، فكنتمنى على كل وحده تدخل بخيط بيض ولا تدخل سوق راسها او موان تسكت، ما تقول حتى شي هضره خايبه. علاش؟ لان كلشي كيتسجل علينا. وفرش لوليداتك او لا فرش لولاد الناس فين ينعسوا وليداتك، هذه هي المثله اللي عندنا المغربيه هنايا. حيت لو كل ما فرشتي لولدك مزيان لولاد الناس زعما مزيان فهاديك البلاصه راه غادي يرجي وينعس فيها ولدك. الا فرشتيها خايبه ولا الا غشيتي فيها ولا درتي فيها الشوك اكيد غينعس فيها ولدك. هذه هي المعنى ديالها. دونك هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. اكيد كاين بزاف ديال المواضيع، واكيد اي وحده بغاتني نهضر في شي موضوع فتدخل عندي الانستغرام ومرحبا على الراس والعين، نتكلم معها ونهضر معها ابيل علاش لا. ف كي قلت لكم وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. اكيد الا عجبتكم لا فيديو دعموني باللايكات ديالكم، وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا الا كتب الله. بالسلامه عليكم.